في حاجات مشتركة بينهم وبين اه بعض. اه طبعا حضرتك اتكلمت عن العامل النفسي. اه العامل النفسي والعصبية الزايدة طبعا دلوقتي بقينا نتعصب على اقل شيء. يعني بقى في ناس كتير زي ما بيقول لك كده خلقهم ضيق، يعني ما بيستحملوش، بيتعصبوا على اقل شيء. دول تقول لهم بطلوا عصبية عشان ما يجيلكوش الضغط ما ولا دي طبعا من اهم النصائح اللي احنا اتكلمنا عليها، تمام. لان ممكن الانسان يتعرض لفتره في فترات حياته لضغط نفسي او اكتئاب او توتر او قلق، فضغطه يعلى، يحصل عنده مثلا مشاكل، حاجات من دي، فلازم طبعا يقلل من العصبيه والتوتر ويخلي كل الامور على الله يعني.